تتواصل الزيارات التفقدية من قبل المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمراكز الرمضانية والمساجد في مختلف المحافظات للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الفرق المكلفة بالأعمال التي من شأنها خدمة وراحة المصلين. هذا مركز احنا زرناه، هذه يمكن الزيارة الثانية، زرناه في أيام التراويح والآن نزوره في العشر الأواخر، وبحمد الله عز وجل كما تشاهدون الآن، يعني الآن المركز ترتيبه طيب واستعداده طيب الحمد لله عز وجل. جميع الفرق التي كلفت بالترتيب والعمل في هذا المسجد في هذا المركز يعني تقوم على يعني على اكمل وجه بحمد الله تبارك وتعالى، وهذا فخر لي يعني القطاع وفخر للوزارة بشكل عام ان شاء الله. المراكز الرمضانية المنتشرة في مساجد دولة الكويت توفر الأجواء الإيمانية للمصلين وتتميز بالترتيب والتنظيم بالتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالدولة. هناك أعمال إدارية داخل المراكز تتمثل في إدارة دخول وخروج المصلين بسلامة ويسر من وإلى المركز، إضافة إلى ذلك توفير جميع الخدمات للمسجد من حيث يعني توفير المياه وتوفير بعض المشروبات الخفيفة للمصلين أثناء قيامهم بأداء صلاة القيام. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مو مقصرة من قبل رمضان وبعد رمضان في جميع النواحي، على مصلياتهم، على برامجهم، على الإدارات، على الدعم اللي قاعد تدعمه وزارة الأوقاف حق مساجد الكويت بأكملها، عرفت؟ ومو مقصرين الأوقاف ويانا والله، مو بالدعم، بالمشايخ، بالاستضافات، بكل شيء طيب، ما مقصرين ويانا بالأوقاف. تتضاعف الجهود خلال الليالي العشر الأخيرة من رمضان من خلال تهيئة المساجد وخلق الأجواء الرمضانية فيها. جهود حثيثة تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمتابعة سير العمل في مختلف مساجد الكويت خلال الليالي العشر من هذا الشهر الفضيل، والوقوف على مدى الخدمة المقدمة لتوفير كل سبل الراحة للمصلين. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.